خلينا نروح سريعا لملعب الاهلي والسلام مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نطمن من خلاله على كل استعدادات الملعب لاستضافه هذا اللقاء الهام مساء اليوم. يا فاروق اهلا بيك. كل التحية ليك زميلي العزيز أمير هشام، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا فاروق، مطقم معايا أنت النهاردة وحاجة زي الفل. خليني أسألك عن الملعب تمام واستعدادات لاستضافة المباراة النهاردة. يعني كما هو معتاد يا امير، انت عارف الدور الكبير اللي بتقوم بيه شركه استادات الوطنيه هنا في استاد الاهلي والسلام. الملعب عمليه الصيانه، عمليه التجهيز اللي بتتم بصوره على مدار ال 24 ساعه. انت عارف ان الاستاد بالامس كان استضاف لقاء وادي دجله والاتحاد اللي انتهى بالتعادل ما بين الفريقين. على طول خليه نحل بدات في التجهيز لمباراه الاهلي، تعقيم الغرف وايضا قص النجيله. انت عارف يعني كان ليا حديث مع الدكتور شريف شديد، اتكلم ان نجيله الملعب بتتقص يوميا بصوره شبه مستمره كويس. تجهيز طبعا انت عارف دور كبير جدا، يعني معتاد دايما واحنا متعودين عليه من شركه استادات الوطنيه. نقدر نقول ان الامور هنا على افضل ما يرام. تعقيم غرف النادي الاهلي، غرف ام بي، غرف الحكام، ايضا يعني مكان المخصص لكاميرات المراقبه امير، وده واحد من يعني الاماكن المهمه جدا في استاد الاهلي والسلام، ان في غرفه فيها كافه الكاميرات يعني ب 15 او 20 كاميرا بتتابع كل الاجزاء في ارض الملعب او حوالين حدود او محيط الملعب. كلها امور مهمه جدا بيتم التشديد عليها ومتابعتها ايضا يوميا كل مباراه. ايضا يا امير نتكلم على فريق انبي. فريق انبي واحد من الفرق طبعا انت عارف اللي بيقوده الكابتن حلمي طولان. مواجهه صعبه جدا النهارده طبعاً ما بين الاهلي وانبي في الاسبوع ال30 للدوري المصري الممتاز. خلاص مرحله الحسم، المرحله الاخيره، لكن كلنا ثقه ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي. كابتن حلمي طولان لو هنقرب جماهير النادي الاهلي من معسكر فريق انبي، كان اخر 3 لقاءات فريق انبي خاضهم امام المقاولون العرب وبيراميدز وفريق السموحه انتهوا بالتعادل. كان اتعادل مع المقاولين 1-1، وتعادل مع بيراميدز 1-1، وتعادل مع فريق سموحه بدون اهداف. حاول كابتن حلمي طولان خلال الايام اللي فاتت ان هو يتكلم مع اللاعبين ويستغل يعني حاله الضغط اللي هيبقى فيها النادي الاهلي بعد التعادل الاخير مع فريق الاسماعيلي، وقال لازم نستغل هذا الامر. النادي الاهلي ايضا بيعاني من اجهاد خلال يعني تلاحم المباراه كل 48 ساعه طبعا. لازم نستغل هذا الامر. ادى تعليماته طبعا للاعبي الفريق بتضييق المساحات على لعيبه النادي الاهلي، نحاول نفقد النادي الاهلي عمليه التحضير والتمريرات القصيره اللي بيعملها النادي الاهلي، ويقفل الاطراف على فريق النادي الاهلي. من يعني متابعتنا لمعسكر فريق انبي يعني كان يعني احد الاماكن القريبه او المعسكر فندق قريب من منطقه التجمع، بيبعد عن الاستاد بمسافه 20 او 25 دقيقه من استاد الاهلي والسلام. تقدر تقول يا امير ان التشكيل المتوقع للكابتن حلمي طولان في هذا اللقاء هيكون مكون من عبد العزيز البلعوطي في حراسه المرمى، قدامه هيبقى 2 قلبي دفاع، رامي صبري طبعا لاعب صاحب خبرات كبيره، رامي صبري وابراهيم القاضي. هيبقى على يمينه وعلي فوزي، وعلى شماله مصطفى دويدار. في منتصف الملعب هيكون احمد يوسف وزياد كمال، قدامهم هيكون 3 كريم طارق ومحمد مرسي وديفيد جودي، وفي الهجوم جون ايبوكا. تقدر تقول ان ده التشكيل المتوقع يا امير بنسبه 99 لفريق انبي والكابتن حلمي طولان. لكن ان شاء الله صح بصراحه في بالنسبة للفرق اللي بتواجه النادي الأهلي، فهو 100% أنا واثق إنه هيطلع صح كالعادة يعني. بإذن الله يا أمير، ويعني إن شاء الله يبقى يوم جميل علينا وعلى كل جماهير النادي الأهلي. إن شاء الله النادي الأهلي النهارده يفوز إن شاء الله، ومن جديد إن شاء الله يعتلي صدارة الدوري المصري. يا رب يا رب بإذن الله يا فاروق. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، أحد بصراحة المراسلين المميزين جدا والمجتهدين جدا بدون مبالغة يعني. بشكرك جزيلا يا فاروق. زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي كان معنا على الهواء مباشرة من استاد الأهلي والسلام، طمنا على الملعب وكمان قال لها تشكيل انبي لهذه المباراة.